تكلمتي على مسألة ديال الموارد، كنعرفوا الخصوصية ديالو الجمالية، وكذلك كيزول الانتفاخات على المستوى البحة أو الذرة ديال العين. عنده مجموعة من الاستعمالات، غير خاصو يكون ورد يعني مقطر حقيقي، يعني ممزود فيه حتى شي حاجة باش يعطي الفعالية ديالو. كاين شي وصفات اخرى دائما للعمله في البخاخات او الرشاشات اللي كتبرد الدوات، وخاصه انا كنقول سبيسيال لوليدات صغار والناس الكبار. كاين داك الاسلوب ديال الخرقوم مع شويه الماء تنغليوه وتنصفيوه تنديروا معاه، ما تقولش يرشوه عجيب على الجلد الخرقوم، والله الخرقوم خارق، ولكن على اللون وفين المشكل؟ نديرو دوش من بعد بالصابون هو لا لو كركم الى اكسترا اوردينا واعر ثاني سكين جبير تالونتي انفلاماتوار تيبرد. دابا لا سي غير سمح لي نوقف معاك عند الخرقوم واش ناخذ الخرقوم البلدي او لا؟ ضروري البلدي، ياك البلدي اللي كنطحنو وكنعملو مع شويه الماء وكنرشو على الدوات ديالنا باش تبرد ديالنا هائل. هو بالعكس انا تنقترحو على الناس اللي عندهم الحلاقم يغلي شويه الماء يديروا خرقوم سكين جبير غرغروه. نعم. مهم الحلاقم بشكل خارق جدا، ملي يقولوا ضد الالتهاب الوغ استعملوا البولاغينيت، استعملوا لشعرك، استعملوا الحراره، استعملوا من هنا تنحسوا على انه القاعده مضمونه، اذا فالاستعمالات متعدده. ممتاز. كذلك من الامور اللي يقدرون اللي ولا الناس في اوروبا تيحكيوا لي تيجيو تبارك الله في الفتره الاخيره هذه تيقولوا حنا تنديروا المعدنوس مع الموت ونشربوه، جاو العائله مرحبا وجاو الضياف مرحبا. نعم. وستانونتي انفلاماتوار اكستراوردينار ميو كو سا، افضل من ذلك. غنشوفوا الاحسن، غنشوفوا الاحسن من ذلك استاذ كريم عبيد العلوي الا سمحت.